السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد. أهلا بيكم في قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح المحور التاني في كتاب ديسكوفر، اكتشف، KG2، المستوى التاني. وقبل ما نبتدي في الشرح، أتمنى إنك تكون شاركت الدرس اللي فات مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكول مخصص للديسكوفر واكتب ورايا وذاكر منه وما تعطلش نفسك. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين ده الكوفر بتاع المحور التاني، والعنوان بتاعه The World Around me. The world around me يعني العالم من حولي. Chapter 1 الفصل الأول Our natural world عالمنا الطبيعي، وده الكوفر بتاع Chapter 1. ونتنقل للبيج اللي بعد كده ونوصل لبيج 61 وعنوانها school yard يعني فناء المدرسة. school yard يعني فناء المدرسة، school يعني مدرسة، yard يعني فناء. والدايركشنز بتاعتها كالآتي: look at the pictures يعني انظر على الصور، circle the objects that are alive يعني circle يعني ضع دائرة، the objects يعني الأشياء حول الأشياء، that are alive يعني الحية اللي فيها حياة. ولازم نعرف يا حبايبي الفرق بين الكائنات الحية والكائنات غير الحية. الكائنات الحية بتنمو، بتتغير، بتتنفس، بتحتاج إلى غذاء وماء وهواء وبتتحرك بمفردها. الأشياء غير الحية لا تنمو، لا تتغير، لا تأكل، لا تشرب، لا تتنفس، لا تتحرك بمفردها. حتى النباتات يا حبايبي عشان هي كائنات حية فهي بتتحرك وبتتجه ناحية الشمس لو في اتجاه معين، وبتنمو لأنها بتمتص المياه والأملاح المعدنية والغذاء بتاعها من التربة، وهنعرف ده بالتفصيل بعد كده. فهو هنا بيطلب منك بتعمل circle يعني تعمل دايرة، the objects that are alive يعني حول الأشياء الحية. ومديك هنا مجموعة صور زي ما احنا شايفين، مجموعة صور في dog، في كلب، في flower، في زهرة، في plant، في نبات، في boy ولد، bird طائر، school يعني مدرسة أو school building يعني مبنى المدرسة، bicycle يعني دراجة، وبول يعني كرة. ايه هنا الكائن الحي او الشيء الحي وايه الشيء الغير حي؟ نبدأ بالدوج. الدوج كائن حي ولا كائن غير حي؟ الدوج بينمو، بيتنفس، وبيحتاج للماء وللهواء، وبيتغير وبيتحرك بمفرده، يبقى كائن حي ولا غير حي؟ It's alive. Alive يعني كائن حي. الفلاور كائن حي ولا كائن غير حي؟ الفلاور بتحتاج للماء والغذاء والهواء والشمس ولا ما بتحتاجش لأي حاجة وما بتتغيرش؟ الفلاور كائن حي. شاطرين. طب البلانت، البلانت اللي هو النبات أو تري الشجرة، كائن حي ولا كائن غير حي؟ الشجرة كائن حي لأنها بتحتاج للماء والهواء والشمس وبتتغير وبتنمو كمان، يبقى الشجرة كائن حي. It's alive. البوي اللي هو أنت وأصحابك، كائن حي ولا كائن غير حي؟ أنت بتنمو بتكبر ولا لأ؟ بتاكل وبتشرب ولا لأ؟ بتحتاج للهواء وبتتحرك ولا لأ؟ يبقى أنت كائن حي. You are alive. البيرد اللي هو الطائر، كائن حي ولا كائن غير حي؟ البيرد بيتنفس وبيأكل وبيشرب وبينمو، يبقى كائن حي. It's alive. السكول أو school building بيتنفس، الحيطة بتتنفس، بتنمو. يعني انت رحت مثلا السكول الصبح لقيتها كبرت شوية. السكول شيء غير حي. It's not alive. هي شيء غير حي لأنها مجرد مبنى. البايسكل، البايسكل بتأكل ولا بتشرب ولا بتنمو ولا بتتنفس؟ البايسكل it's not alive أو إن هي شيء غير حي. والبول الكرة لا بتأكل ولا بتشرب ولا بتنمو، ما بتكبرش لوحدها وما بتتنفس وما بتتغيرش، يبقى it's not alive أو إن هي شيء غير حي. وبكده نكون أنهينا page 61 ونوصل لpage 62 وعنوانها كالآتي: nature walk أو نزهة في الطبيعة. nature walk يعني نزهة في الطبيعة. والdirections بتاعتها كالآتي: sort your objects يعني صنف، sort يعني صنف، your objects أشياءك، count how many objects are in each group، count يعني عد، how many كم عدد، objects الأشياء are in each group
يعني الموجودة في كل مجموعة. write the number، اكتب العدد. وهو حاطط لك هنا كلمتين، حاطط living يعني حي، non living غير حي. بيقول لك هنا لو الأشياء اللي معاك انت عايزك تصنفها، تحطها في مجموعتين، مجموعة بتاعة الكائنات الحية ومجموعة بتاعة الكائنات أو الأشياء غير الحية. مثلا لو انت رايح المدرسة ومعاك اللانش بوكس في أبل، وفي بعض الحاجات اللي انت بتأكلها الأبل مثلا، ولو في شوية فيجيتابلز أو حاجة، هتلاقي الحاجات دي اللي هي التفاحة والخضروات اللي انت واخدها دي المفروض حاجات ليفينج، كانت بتأكل وكانت بتشرب وكانت بتنمو، فهي حاجات ليفينج. لو معاك مثلا في السكول باك بتاعتك بن وبنسل ورولر وشاربنر والحاجات بتاعت الأدوات المدرسية، دي حاجات نون ليفينج، حاجات غير حية، لأنها لا بتأكل ولا بتشرب ولا بتنمو ولا بتتغير. فبالتالي انت عارف الفرق بين الكائنات الحية والأشياء غير الحية. وزي ما هو كاتب هنا في ال directions التانية بتاعة ال page دي، circle the bigger number، ضع دائرة حول العدد الأكبر، complete the sentence، وأكمل الجملة. هنا لو انت مثلا معاك بعض الأشياء الحية زي ما قلنا، وهي عددها مثلا 5 يعني 5 أشياء حية، ومعاك 7 أشياء غير حية 7، هنا مطلوب منك ان انت تحط دايرة حوالين الرقم الأكبر في المجموعتين دول وتحدده، لأن هو ده الرقم الأكبر. وبتقول في بتكمل الجملة الموجودة تحته، هي I have يعني أنا أملك، أنا لدي، more يعني أكثر، وهنا في dots نقط objects. هنقول more living objects يعني أشياء حية أكتر، ولا more non living objects يعني أشياء غير حية أكتر. وطبعا ده بتعملوه في الكلاس أو في الكلاس روم مع التيتشر بتاعكو، أو في البيت مع بابا أو ماما، لو حبينا نشوف الحاجات الحية اللي معاك والحاجات الغير حية اللي معاك، وهما بيساعدوك إن أنت تعدها. وده بيعلمك حاجتين، أول حاجة إن أنت تعرف معنى الجروبس يعني معنى المجموعات، بتصنف الحاجات في شكل مجموعات. تاني حاجة بتعرف تميز بين الليفنج والنون ليفنج، الأشياء الحية والأشياء الغير حية. وفي حاجة مهمة تالتة كمان، إن احنا نعرف نعد المجموعات ونعرف أنهي الأكبر وأنهي الأصغر وأنهي اللي بيساوي. لو في عندنا مجموعتين نشوف مين فيهم عدده أكبر من التاني، ولو هما مساويين لبعض ولا لأ، وده برضه هنعرفه مع بعض بالتفصيل. فهنا بنقول I have more، وبتشوف انت الحاجات الحية اللي معاك اكتر ولا الحاجات غير الحية، وبتكتب لو هي living بتكتب living، لو هي non living بتكتب non living object. والكلمات الجديدة هنا sort يعني صنف، your objects يعني اشياءك، count يعني عد، how many كم عدد، objects يعني اشياء are in موجودة في each كل group مجموعة، write يعني اكتب the number الرقم. وبكده نكون انهينا page 62. وقبل ما نبدأ في page 63، احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض اول باول. وزي ما احنا شايفين قدامنا دي page 63 او 63، وعنوانها trace plant parts. trace يعني تتبع او حدد، plant parts اجزاء النبات، وزي ما احنا عارفين يعني plant يعني نبات و parts يعني اجزاء، وهي المفرد بتاعها part اللي هو جزء. و directions بتاعتها كالاتي، use a pencil يعني استخدم قلم رصاص، and trace وحدد او تتبع the plant parts اجزاء النبات، use crayons استخدم أقلام التلوين to color the plant علشان تلون النبات، then بعد ذلك write the first letter of the words يعني اكتب الحرف الأول من الكلمات. نقولها مرة تانية، use a pencil and trace the plant parts، استخدم قلم رصاص في تحديد أو في تتبع توصل نقط الخاصة بأجزاء النبات، use crayons استخدم أقلام التلوين to color in the plant عشان تلون النبات،
Then write the first letter of the words. بعد كده اكتب الحرف الأول من كل كلمة. وهنا زي ما احنا شايفين النبات بتاعنا، النبات قدامنا هو، وزي ما احنا عارفين طبعا عندنا ال plant is divided into four parts، يعني النبات مقسم لأربع أجزاء. Plant is divided into four parts، النبات مقسم لأربع أجزاء. أول part هو ال flower، الفلاور اللي هي الزهرة، والفلاور مهمتها والشغلانة بتاعتها ان هي تنتج السيدز، السيدز اللي هي البذور. اي فلاور في اي نبات الشغلانة بتاعتها ان هي تنتج السيدز اللي هي البذور. السيدز دي بتعمل نيو بلانتس، لما بتخرج من النبات وتقع في التربة بشكل مرة تانية بتعمل نيو بلانتس او بتعمل نباتات جديدة. وبعد كده الجزء الثاني في النبات الستيم، الستيم اللي هو الساق، ومهمته ان هو carries water up from roots، يعني بيحمل الماء من الجذور into the rest of the plant، للأجزاء الباقية في النبات. يبقى هو الستيم او الساق بيحمل water up الماء from roots من الجذور to the rest of the plant لأجزاء الباقية بتاعة النبات. في تالت جزء عندنا هو leaves. leaves بتستخدم ضوء الشمس، بتستخدم ضوء الشمس علشان تعمل الغذاء. يبقى leaves use sunlight to make food، بتستخدم ضوء الشمس لتصنع الغذاء. leaves use sunlight to make foods، بتستخدم ضوء الشمس علشان تعمل الغذاء. واخر جزء في النبات الروتس، الروتس يعني الجذور، وهي بتkeep the plant in the ground. keep the plant in the ground يعني بتحافظ على استقرار النبات، والground يعني الارض، تمام. and get water nutrients، والnutrients العناصر الغذائية from the soil، soil يعني التربة. والكلام والجمل اللي احنا قلناها دي لمعلوماتكم الشخصية، هي مش مطلوب منكم ان انتوا تحفظوها، احنا بنعرفها لكم بس علشان لما تسمعوها بعد كده في اولى ابتدائي ان شاء الله في المنهج الجاي، او في اي جزء من الاجزاء الخاصة بالمنهج ده بعد كده، يبقى الموضوع سهل بالنسبة لكم. يبقى الفلاور بتعمل السيدز، الفلاور بتعمل البذور، الستم بينقل المية من الجذور لباقي أجزاء النبات، carries water up to the rest of the plant. الleaves بتستخدم use sunlight to make food، بتستخدم ضوء الشمس علشان تعمل الغذاء. وآخر حاجة الroots بتkeep the plant in the ground، بتحافظ على النبات ثابت في الأرض. and get water and nutrients، وبتجيب المية أو بتسحب المية والnutrients العناصر الغذائية from the soil من التربة، تمام. وبكده نكون أنهينا الشرح الخاص بالجزء ده. وعايزين نوضح أول حرف من كل جزء، الفلاور طبعا، وأول حرف من كلمة flower يعني زهرة هو حرف، تقدر تقولي كده يا عبد الله؟ حرف الاف. شاطر، حرف الاف. والستم اللي هو الساق اول حرف فيه حرف ايه؟ قول كده يا عبد الرحمن. حرف الاس. حرف الاس، حرف الاس، شاطر. والليفز، حد يقدر يقولي اول حرف في الليفز او الاوراق هو حرف ايه؟ تقدر تقوليلي كده يا كنزي؟ حرف الال. حرف ال، شاطرين، حرف ال يعني leaves. واخر كلمة هي roots او الجذور، تقدر تقولي كده يا يونس حرف ايه اول حرف في كلمة roots الجذور؟ حرف ال r. حرف ال r، شاطرين كلكو، حلوين كلكو. وبكده نكون انهينا شرح النهاردة ووصلنا لاخر جزء، وهو جزء لوحة الشرف او اسماء اصحابنا الشطار، وأولهم الأسماء هي ريماس، كنزي، مورا، يونس، بشرة، ريناد، محمد، موسى، عبد الله، وعبد الرحمن.
كلكم شاطرين وحلوين، واتمنى ان انتوا دايما تبقوا اشطر ناس في الدنيا، وكل اصحابي الحلوين اللي بيسمعوني انتوا المستقبل، ربنا يخليكم دايما احسن الناس. وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب، وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.